تكلمت بتفصيل على قانون الاتجار بالبشر. قانون الاتجار بالبشر جاء أمام غرفتي البرلمان كاستجابة لالتزامات المغرب الدولية، وخصنا نعرفوا بأنه الأمم المتحدة عندها قانون الاتجار بالبشر نموذجي اللي كتعتمد الدول لصياغة قوانينها الوطنية الخاصة بالاتجار بالبشر مع الملائمة مع التشريع الوطني. هذاك القانون النموذجي كيعرف الاستغلال وكيعرف كيحدد فوقاش كتكون أو جريمة الاتجار بالبشر قائمة. تكون جريمة الاتجار بالبشر قائمة عندما تفقد الضحية الإرادة فقدانا كاملا ولا يمكنها تغيير وضعيتها. كتجي اليوم وحدة كتقول أنا ضحية استغلال وضحية اتجار بالبشر، علاش؟ لأنه توفيق بوعشرين كان كيخلصني ب 3000 درهم في الشهر. 3000 درهم في الشهر واش كافية لتفقد المرأة إرادتها فقدانا كاملا؟ كتقوم اتجار بالبشر عندما تفقد الضحية إرادتها فقدانا كاملا ولا تكون عندها القدرة بتاتا على تغيير وضعيتها. كل الحالات اللي وردت مرافعة النيابة العامة، كاين اللي قيل بأنه ادعت أنه توفيق بوعشرين حجز لها تذكرة لفرنسا، كاين اللي ادعت أنه غينشر لها مادة في الجريدة ديالو، كاين اللي ادعت أنه غيدير لها إشهار، كاين اللي ادعت أنه وعدها بالعمل. واش هاد الوعود وهاد الوسائل تفقد الضحية إرادتها فقدانا كاملا؟ حنا قلنا لا، قلنا بأنه النيابة العامة طبقت قانون الاتجار بالبشر تطبيقا معيبا يناقض إرادة المشرع، يناقض مفهوم الاتجار بالبشر في المنتظم الدولي، يناقض مفهوم الاتجار بالبشر في المشروع كما دارته الأمم المتحدة واللي اعتمد عليه المغرب، ويناقض مفهوم جريمة الاتجار بالبشر كما وردت في واحد الدراسة قيمة جدا دارها مجلس الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة إعداد قانون الاتجار بالبشر سنة 2015. إذا قلنا بأنه الهدف من متابعة الاتجار بالبشر كان هو تضخيم الموضوع ونعطيه الملف حجم كبير، وتكون عندنا واحد المبرر كافي لاعتقال توفيق بوعشرين، لأنه الجرائم المنسوبة إليه هو ينكر كل الجرائم طبيعة الحال، كل الفيديوهات ما عنده علاقة بها، وكيقول دست لي وكيقول أنا ما عندي حتى شي علاقة بهذا الموضوع، لكن الجرائم نسبة النيابة العامة كل ما كانتش كافية لاعتقاله لولا تصدير جريمة الاتجار بالبشر. لا أتصور أنه المحكمة غتمشي مع هذا الشيء ديال الاتجار بالبشر، لأنه تفاصيل ديال القانون وشروط تطبيق القانون غير وارده.